أهلا بحضراتكم من قمة المناخ 27 هنا في شرم الشيخ، وصباح الخير على حضراتكم جميعا في كل مكان. الحقيقة أنه الدولة المصرية كان ليها جهود كبيرة اتعملت خلال الفترة اللي فاتت في مسألة احتواء التغيرات المناخية وكيفية مواجهة هذه التغيرات المناخية، وده بيتفق مع خطة التنمية المستدامة اللي اشتغلت عليها الدولة من فترة كبيرة، ويعني كل المشروعات اللي اتنفذت في هذا الصدد. خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو النهاردة، دكتور منى جمال الدين، عميد كلية الطاقة والبيئة بالجامعة المصرية اليابانية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. إلى أي مدى تتفق خطة التنمية المستدامة مع مسألة احتواء التغيرات المناخية وأزمة التغيرات المناخية، وفادتنا بإيه مسألة التنمية المستدامة؟ لأن يمكن الناس مش رابطة ده. خلينا نعرف التنمية المستدامة الأول. العالم كله كان بيشتغل عن التنمية الاقتصادية وإزاي نقدر نكسب من التنمية الاقتصادية ونحقق أرباح وكذا. دخل بعدين جداد البعد الاجتماعي والبعد البيئي والحفاظ على المصادر الطبيعية، فأصبح عندنا مثلث بيمثل التنمية المستدامة. أطلقت الأمم المتحدة في أواخر 2015 أهداف التنمية المستدامة 17 هدف علشان العالم كله يشتغل عليهم من 2016 ل 2030 على مدار 15 سنة. طبعا 17 هدف دول بيشملوا كل جوانب الحياة، المية والصرف والصحة والقضاء على الفقر وما إلى ذلك، بهدف تحسين كل الجوانب المعيشية للعالم كله. مصر عملت إيه؟ مصر أطلقت برضو الفيجن أو رؤية مصر 2030 من خلال وزارة التخطيط المصرية، برؤية واضحة، برؤية كاملة في جميع النواحي، ومفترض أن كل الوزارات وكل الأكاديمية والجامعات بتشتغل على هذه الأهداف لتحقيقها. إحنا كجامعة مصرية يابانية الخطة الاستراتيجية الخمسية للجامعة من 2021 ل 2025 اللي وضعها الأستاذ الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة، أحد الأعمدة الأساسية فيها هو التنمية المستدامة ودخولها في كل الكورسات اللي بتقدمها الجامعة، ودخولها قبل الكورسات في تصميم الجامعة نفسها. نعم، في اللوائح الأساسية بتاع الجامعة وكل البرامج اللي بتقدمها الجامعة، البعد بتاع التنمية المستدامة بنديه للطلبة سواء طلبة مرحلة البكالوريوس أو طلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، والطلبة حتى اللي بيجوا لنا الوافدين من الخارج. طيب، عظيم جدا. إزاي نستفيد بقى من الجامعة المصرية اليابانية؟ هل هناك أوجه تعاون مع الجامعات في اليابان؟ وإزاي بيساعدونا ونستفيد من خبراتهم في هذا المجال؟ لا، ده في تعاون كبير جدا، لانه الجامعه المصريه اليابانيه اصلا قامت على شراكه كامله بين مصر واليابان بين الحكومتين. تم التوقيع الاتفاقيه في 2009 وبدات الجامعه في 2010، وبدات بدايه لان هي يعني بتهدف للبحث اولا، فبدات بالدراسات العليا. وفي 2017 بدات مرحله البكالوريوس. اليابانيين معانا في كل شيء، اثنين من نواب رئيس الجامعه يابانيين مقيمين بالكامل في الجامعه. كل البرامج تمت بالشراكة معاهم. الجامعة قايمة على الأساس التعليم الياباني اللي هو مبني على المشروعات وعلى المعامل وعلى النزول للصناعة من بدري جدا، ومبني على التعلم النشط بين الأستاذ وبين الطالب. طبعا كمان في مشاريع قايمة بيننا وبينهم. طالب الدراسات العليا، طالب الدكتوراه، بيسافر المعمل المناظر في اليابان، في الجامعة في اليابان، لكل برنامج ولكل قسم عندنا من 6 لـ 9 شهور. والبروفيسور أو الأستاذ الياباني بيبقى مشارك في الإشراف على نقطة البحث من أول يوم وفي اختيار النقطة. إحنا في الكلية، كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات، الحقيقة عندنا فيجن برضو وعندنا رؤية إن كل النقط البحثية اللي بيشتغل عليها الطلاب تخدم الصناعة، تخدم البيئة. احنا بنحل مشكلة على أرض الواقع، ما بنطلعش مخرجات نظرية أبدا. أدي لحضراتكم مثل أخير. احنا مجموعة طلبة جت لنا من أفريقيا، احنا عندنا في منحة للطلبة الأفارقة دي بيشارك فيها الجايكا والحكومة المصرية لدعم تطوير وتنمية أفريقيا من خلال منح دراسة الماجستير للطلبة دول. وصل لنا احد الطلبه، هو من غانا. غانا معروف ان هي بتعاني من مشكله التلوث من خلال صناعه المناجم. صحيح. فبالتالي انا لما شفت كده، فالطالب ده هيسجل في نقطه للتعامل مع المشكله دي وطرق حلها، بحيث لما بيرجع بلده بيطبق اللي هو اتعلمه وبيحل المشكله هناك. يعني يا دكتور منى، احنا بنتحدث هنا عن بناء قدرات، ويمكن دي من اهم النقاط اللي احنا محتاجينها واحنا بنتكلم على مخرجات القمه 27 لتغير المناخ.
مسألة بناء القدرات، التكيف، التمويل من أهم النقاط اللي بنتحدث عنها هنا في القمة. من خلال وجود حضرتك في قمة المناخ، الجلسات اللي حضرتك يعني حضرتيها، لو تقولي لنا أهم المحاور اللي كانت بتدور حواليها هذه الجلسات. بصي حضرتك، أنا فعلا منبهرة من اللي أنا شفته، وخلينا نتكلم من الأول خالص، يعني من التحضيرات قبل القمة وما أطلقه فخامة الرئيس من أول يوم أن هذه قمة تنفيذ. ويمكن دي السياسة اللي احنا شايفينها على مدار سنوات بدعم من القيادة السياسية ومن الحكومة المصرية، أن كل شيء حتى بنسمعه وبنشوفه بعد التنفيذ، بعد المشروع ما ينتهي. قمة التنفيذ الحقيقة هي السنة دي 27، يعني مرحلة فارقة بين كل ما قبل واللي جاي بعد كده. ولن ينساها التاريخ أن القمة اللي أقيمت على في مصر في الدورة 27 بتاعتها بدأ فيها التنفيذ، وبدأ فيها التمويل فعلي، وبدأ فيها تمويل المشروعات. احنا لغاية دلوقتي خارجين باتفاقيات ب 15 مليار دولار مع بلجيكا ومع دولة الإمارات وبعض القطاع الخاص لتمويل مشروعات في تكيف مع أضرار التغيرات المناخية وأيضا إنتاج الهيدروجين الأخضر. اتفاقيات وقعت هنا في كوب 27، ده في اتفاقيات وقعت قبل الدورة ما تبدأ مع وشركات ومع شركات من اللي هي متخصصة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، غير ما تم أثناء القمة نفسها. يعني وجود الرئيس الأمريكي بالأمس ودعمه بنص مليار كمرحلة أولى لمصر لدعم مشروعات برضو البنية التحتية والطاقة النظيفة وكذا، ما أعلنته رئيس مجلس النواب الأمريكي من التنظيم للدورة وللقمة، ووجود العديد من رؤساء الدول حوالي أكثر من 120 رئيس دولة، اللي أنا شفته بنفسي الحقيقة من التنظيم. كل 5 دقايق الأوتوبيسات اللي هي صديقة للبيئة بتمر في المدينة كلها بدون مجانا لكل اللي موجودين، توديه الأوتيل بتاعه، ترجعه، توديه المنطقة الزرقاء، المنطقة الخضراء، كله يعني على قدم وساق. اللي أسعدني جدا جدا من أول نزور مطار شرم الشيخ شبابنا، شباب الجامعات، وإحنا في شباب من الجامعة المصرية اليابانية مشارك كفولنتير برضو كمتطوعين في ده، بيرشد كل واحد يروح فين ويروح ازاي، وقد ايه هم لطاف، وقد ايه هم يعني على رقي الحقيقه. بكل تأكيد. حاجه مشرفه. هذا المؤتمر لم يكن لينجح الا بتكاتف جهود الجميع طبعا. واحنا لما بنتكلم ان احنا عندنا رؤيه لتحقيق اهداف التنميه المستدامه، فاحنا بدانا بمشروعات بالفعل على ارض الواقع. انا عايز اعرف وجه التعاون بينكم وبين الحكومه المصريه في هذا الصدد. يعني انا عارف ان انتم شاركتوا في محطه معالجه مياه الصرف الصحي في برج العرب بتقنيات لم تكن موجوده اصلا في مصر، كانت اول مره في مصر والشرق الاوسط. ايه هي التقنيات دي وايه المشروعات الثانيه اللي انتم شاركتوا فيها؟ الحقيقة يعني هو ده كان مشروع لمعالجة الصرف الصحي، كان مع جامعة توهوكو في اليابان بتكنولوجيا جديدة بتوفر في مساحة الأرض وبتوفر في الطاقة المستخدمة في المعالجة، وبتخرج لنا يعني مخلف معالج قادر ان هو يستخدم باستخدامات عديدة جدا. وطبعا عندنا قضية ان احنا نسترجع استخدام المية، دي قضية مهمة جدا جدا. دي كانت انشئت محطة في برج العرب ومحطة اخرى في الفيوم، وبصدد انشاء محطتين جديد ان شاء الله. طبعا احنا في حاليا بقى شغالين على انتاج الهيدروجين من فترة، يعني الكلية مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات من خلال الثلاث اقسام لها مخرجات كدراسات سواء مشاريع او رسائل ماجستير ودكتوراه. ويمكن ده اللي انا كنت بتكلم معاه امبارح في السيشن اللي تم تنظيمه من خلال مكتب الجايكا في القاهره، وكان بيدير الجلسه مستر كاتو رئيس المكتب الحقيقه، وكان في 4 متحدثين. كان ده امبارح في الثيم بتاع الديكربونايزيشن امبارح. الاربع متحدثين كانوا من 4 جهات مختلفه بنتكلم في موضوع انتاج الهيدروجين والهيدروجين الاخضر. في ممثل كان وزاره الكهرباء، مهندس احمد المسؤول عن قطاع التخطيط والمتابعه والعلاقات الدوليه، وانا كنت بمثل اكاديميا الجامعات. وكان في رئيس جمعيه رجال الاعمال اليابانيين في القاهره، وفي اونلاين كمان كان معانا مسؤوله البيئه في مدينه كيتا كيوشو.
فاذا كنا بنتكلم من كل المنظور كل القطاعات ممثلين لكل القطاعات ممثلين لكل القطاعات. استماع مصر لهذه الخبرات في مساله يعني الاستفاده كمان من هذه التجارب في مساله مواجهه التغيرات المناخيه لاي مدى ده بيفهم؟ هو طبعا احنا بنتكلم عن التغيرات المناخيه احنا بنتكلم على خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بالاساس واتفاقيه باريس كان اليوم الخاص بخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بالظبط بناء على اتفاقيه باريس مفروض ب 2050 ما يكونش فيه يعني اي انبعاثات لثاني اكسيد الكربون بالكامل لان هو المؤثر الاساسي على ارتفاع درجه الحراره صحيح. ومفترض ب 2100 ما يزيدش الارتفاع عن 1.5 درجه. طيب احنا لو جينا عن انبعاثات ثاني اكسيد الكربون هنلاقي اكبر قطاع بيخرج الانبعاثات دي هو قطاع توليد الكهرباء تخرج اكتر من 40% من غازات ثاني اكسيد الكربون. فبالتالي احنا لما نحول قطاع توليد الكهرباء ده من انه يتولد من الطاقه الاحفوريه العاديه لطاقه نظيفه ومنهم طاقه الهيدروجين الاخضر يبقى احنا بنحقق كل ما نهدف اليه. عظيم. دكتوره دول كتيره في العالم بتسعى لانتاج الهيدروجين الاخضر بتسعى للتحول الى انتاج الهيدروجين الاخضر لكن لم تكن تمتلك هذه الدول مقومات او موارد. احنا عندنا الحمد لله. شمس وعندنا صحيح. رياح وبدانا نستغل ده في انتاج الطاقه الجديده والمتجدده اللي بينتج منها الهيدروجين صحيح. الاخضر. شايفه ازاي نقدر نتوسع في هذا الامر؟ احنا بدانا قبل القمه زي ما ذكرت بشراكات عديده مع متخصصين في هذا المجال. يمكن احنا في خلال الايام اللي فاتت ولسه ما وصلناش لاخر القمه كمان احنا وصلنا لتوقع ان مصر بدل ما كان مستهدف ان هي تشارك في انتاج هيدروجين اخضر على مستوى العالم ب 8% بس وصل التوقع ل 15%. فاذا احنا انتاجنا الهيدروجين الاخضر في مصر مش هيبقى لاستخداماتنا فقط ولكن هنبقى مركز. مصدر ومركز لتصدير الهيدروجين الاخضر للمنطقه والافريقيا والاوروبا. فبالتالي احنا بنساهم كده في خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون مش داخل مزبوط. مصر فقط وان كان مصر بتشارك ب 6% بس من ثاني اكسيد الكربون على مستوى العالم لكن ده استثمار وبنخفض كمان في الخارج طبعا لانه يعني مصر طبعا يعني عندها المميزات بتاعة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يعني فيها بوتنشال كبير لإنتاج الهيدروجين صحيح الأخضر. ويمكن شفنا توقيع 16 اتفاقية من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع يعني جهات مختلفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر اللي زي ما بيطلقوا عليه هو وقود المستقبل صحيح صحيح. تمت الاتفاقيات دي وحتى ذكر ممثل وزارة الكهرباء امبارح المهندس أحمد إن هم يعني في خطة واضحة وحتى كان في خطة استراتيجية على فكرة لوزارة الكهرباء 2035 للتوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة إنها توصل لأكثر من 42%. هو ذكر امبارح إنه بيتم تحديثها دلوقتي بعد دخول الهيدروجين الأخضر كمصدر جديد وفي خلال 4 أو 5 شهور هتطلق استراتيجية وزارة الكهرباء الجديدة 2050. عظيم. نرجع بقى للجامعة مرة تانية عشان انتوا كنتوا عاملين مسابقة مهمة جدا الشهر اللي فات مسابقة التنمية المستدامة. تمام. لو نتكلم عنها بشكل بالتفصيل. ايوه. احنا الحقيقة المسابقة دي ده تاني عام على التوالي وبيشاركنا إحدى الشركات الصناعية في اسكندرية هي اللي بتقدم الجوائز للطلبة. هي عن التنمية المستدامة بيشارك فيها طلبة البكالوريوس وطلبة الدراسات العليا وطالبات طبعا. المشروعات شكلها ايه يا دكتور؟ المشروعات السنة دي احنا خلينا برضو الموضوع عن تغير المناخ فكل المشروعات كانت للتكيف مع قضية تغير المناخ وطبعا كان في فايزين كلها متصلة ببعضها يعني حتى لو كان المشروع لمواجهة الجوع لمواجهة الفقر للصحة للتعليم كلها مرتبطة ببعضها. أنا مع حضرتك احنا بنشتغل على التنمية المستدامة كل سنة فبتبقى المشروعات متنوعة ولكن السنة دي عشان الكوب 27 خصصناها كده. عايزة أقول لحضرتك كمان إن من ضمن احنا كان في أطلقت الستيفا اللي هي هيئة تمويل المشروعات للجامعات أطلقت كل خاص بمشروعات للكوب 27 وإحنا الجامعة فزنا بأحد هذه المشروعات وطبعا اللي بيقيم هذه المشروعات هي لجان اجنبيه مع لجان طبعا المتخصصين المصريين ففزنا بمشروع من ضمن 24 مشروع تم المشروع تقديمه. المشروع عباره عن ايه يا دكتور وايه يعني شكل الدعم المقدم للي بيفوز في مثل هذه المشروعات؟ الدعم بيبقى تمويل مالي لتنفيذ المشروع. المشروع اللي احنا قدمناه بيتناول قضيه المواني المصريه دراسه تاثير التغيرات المناخيه على المواني المصريه عموما وده طبعا شيء مهم جدا لو احنا
بنتكلم في تصدير واستيراد، فتأثير التغيرات المناخية وإيه سيناريوهات إجراءات التكيف اللي نقدر نعملها. يعني بنقدم الحلول كمان من خلال هذه المشروع. لازم نقدم الحلول طبعا، ووضعين في الاعتبار التكلفة والعائد. عظيم. طيب دكتورة، السلوك المنضبط هو ناتج عن وعي منضبط، لأي مدى الطلبة عندكم في الجامعة عندهم وعي بالتغيرات المناخية؟ حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا، يعني بتلاقي الاهتمام مني من سنوات عديدة. أنا دايما شايفة أن دور الفرد مهم جدا جدا جدا، يعني الحكومة والوزارات والاستراتيجيات بيتم إطلاقها، ولكن دور الفرد عليه دور مهم جدا في تقليل الاستهلاك. لأنه إحنا لو شفنا ظاهرة تغير المناخ هي بتأثر على نواحي كتير، بتأثر على كمية الغذاء، بتأثر على كمية المية. طيب يبقى أنا بالتالي عشان أتكيف مع ده محتاجة أقلل استخدامي للمية، أقلل استخدامي للغذاء، وأقلل استخدامي للطاقة الكهربية. صحيح. تمام. فإحنا لو كل فرد فينا عمل ده على مستواه هو الشخصي، وأطلق هذا، اقتنع بيه وأطلقه للمجموعة اللي حواليه وأدوه، احنا بقينا كلنا بنساهم. وعايز اقول لحضرتك انه في كل ندوات التوعيه اللي انا بعملها، سواء مع الشباب او الاطفال او كل القطاعات، فيما يسمى بالكربون فوت برينت، اللي هو البصمه الكربونيه. البصمه الكربونيه دي مش المؤسسات فقط على فكره، البصمه الكربونيه دي الاشخاص. حضرتك بتساهم بثاني اكسيد كربون يوميا في نشاطك اليومي. لو ركبت طياره غير ما ركبت العجله طبعا، اكلت خضروات غير لما اكلت لحوم، بالظبط. فبالتالي كل ده احنا بنقوله وبنوصله للقطاعات المختلفه، والحمد لله بيقتنعوا بيه وبيبداوا يشتغلوا عليه، وده مهم جدا ان احنا نتكاتف كلنا في ده. ويمكن كمان يا دكتور لما الموضوع بيبدا من عند الشباب الموضوع بيكون مختلف، الوعي بيكون في مرحله عمريه يعني بدري، وده اللي احنا فعلا محتاجينه. واحنا بنتكلم على انه الاطفال والشباب من اكثر الفئات المتضرره بمساله تغير المناخ. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور منى جمال الدين، عميد كليه هندسه الطاقه والبيئه بالجامعه المصريه اليابانيه. شكرا جزيلا يا دكتور على وجودك معانا. شكرا ليكم. شكرا لك.